بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعناكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل. اليوم يا اصدقائي راح اشرح لكم على اللقب اللي اسمه مدرب النجم، شلون راح تحصلون على هذا اللقب. وبالاضافة راح نفتح باكجات مجانية. انا كل فترة اسوي افتح باكجات مجانية عن طريق الكوبونات اللي اجمعهن وافتح لكم الباكجات. فقبل ما نبدا المقطع يا شباب، يا ريت تخلونا لايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع ويا اصدقائكم. فنبلش اول شيء نروح على اللقب، هنا نروح على المهام، وبعدها نروح على الانجازات، وبعدها نروح هنا نجي هنا يا شباب، ننزل جوا نشوف هنا الرفيق الافضل. الرفيق الافضل هو نفس المدرب النجم، مثل ما تشوفون انا حصلت على هذا اللقب. خلينا نشوف شنو هذا اللقب. يقول لك الرفيق الافضل واحد، هنا لازم تمتلك رفيق. الرفيق هو الصقر يا شباب، هذا هو الصقر يا شباب اللي موجود، هذا هو الرفيق. اول شيء اذا تريد تحصل اللقب تحصله عن طريق هذا الصقر. طبعا هذا الصقر نزل مجانا عن طريق البطاقات اللي كنا نجمعها، واذا احد يريد يشتري يلقاه هنا بالمتفرقات، ويلقاه هنا ب 500 شده ينطيك يا 60 طعام، وتقدر منها تشتري الطعام ايضا حتى تطور الرفيق. نرجع هنا على الانجازات ونرجع هنا. اوكي يا شباب، هنا شنو متطلبات هذا الهاشتاج او هذا اللقب. اللقب هو مو هاشتاج، هذا اللقب. يقول لك الرفيق الافضل 2، الرفيق الافضل 1، الرفيق الافضل 3 الى اي بي. مثل ما تشوفون يا شباب يقول لك الرفيق اللي مستوى 3. هنا اول شيء لازم تحصل الرفيق اللي هو الصقر، هنا لازم تطور الصقر لمستوى 3، هنا لازم تطور الصقر للمستوى 5، الإضافة إلى طور الصقر للمستوى 7. ومن تطور هذا الصقر راح تحصل على لقب اللي اسمه مدرب النجم. دائما تشوفونه أكو ناس يعرفون شنو هذا اللقب وأكو ناس ما يعرفون، فهذا شرح للناس اللي ما تعرف. أوكي يا شباب، هسا نجي نفتح الباكجات. أوكي، مثل ما تعرفون حظي زين زين، بس يلا روحنا على الصناديق. طبعا عندنا هذه، طبعا أنا مجمع هنا عندي 22 صندوق، وهنا عندي بالصندوق الكلاسيكي مجمع 22 صندوق، بالإضافة إلى عندي صندوق الإمداد مجمع من عنده 8. شلون قدرت أجمع هذه؟ طبعاً أروح دائماً كل يوم أروح هنا على المتفرقات وأجي أشتري 5 منها. مثل ما تشوفون هسه راح أشتري قدامكم، متكفي السيلفر ماتي، أشتري 5 منها، 5 كلاسيكي و5 إمداد. صندوق المميز العفو، 5 امداد و5 مميز اشتري منه. بالاضافة اروح للعشيرة، دائما اروح للعشيرة واروح على المتجر، ومنه يا اصدقائي اقدر اشتري منه ومنه. طبعا هذا وقت يلا تقدر تشترين، يقول لك كل 3 ايام. اسان باقي لي يومين وما اعرف 3 ايام والله ما ضابطها يعني، اسان باقي لي يومين 20 ساعة اقدر اشتري بعد، يعني ما يصير يومية مثل المتفرقات. هنا بالمتفرقات تقدر يومية من تصير الساعة 3:15 3:05 تقدر تشتري بهذه. فيبقى بروح أول شيء خلنا نفتح هذا الصناديق، أتمنى يطلع لي من هذا فتشي حلو. عجبتني طبعا هذه الجنطة، فتشي خرافي خرافي يعني، أنا أشوفها فتشي كلش حلو. يلا نشوف بكة يطلع لنا شيء حلو، فنقول بسم الله. طبعا نسوي هاي الكلاوات اللي يسوونها دائما، يقولوا ما ادري ايش تسوي ايش تسوي، وتفتح نفتح اول واحد. اوكي تاخر هذا الصندوق، راح يطلع لنا الله ما هذا هذا. اوكي بعدين نجمع، تمام لو يطلع لنا فد شيء. اوكي نقول بسم الله، يلا قول يلا، ما شاء الله انه سيلفر. طبعا انتم تعرفون حظي دائما افتح لكم باكجات وكلها سيلفر. بالاضافه لما كنت اجيب اصدقائي وياي واخواني، طبعا اخوي وابن عمي، كان يطلع لي شغلات حلوه، بس هسه ما حد موجود وياي. فيلا نبدا يا اخوان، طلعوا لنا فد شيء زين، طلعوا لنا فد شيء زين. احنا نفتح 10، خلينا نفتح 10. يلا بسم الله، هذا عيونكم، عيون كل واحد قاعد يشاهد هذا الفيديو. يا الله وي وي وي، خوذة الله، حلوه حلوة تمام حلوة. هاي المكافآت المضمونة تفتح 10 ينطيك اسطوري، ما اريد اكثر بعد. تمام تمام، مستعطون 50، يلا خلينا نجمعهم.
بس الخوذة فتشي اسطوري، هذه عادية. الخوذة فتشي اسطوري كلش حلو. شوف الخوذة يا شباب، امشي الخوذة الخوذة الخوذة، حلو والله، والله حلو الخوذة، فتشي خرافي. اوكي ما نطول عليكم، نرجع للصندوق. يلا يلا بسرعة، حلوة. ما عندي طبعا يمكن هذه البدلة، يمكن ما ادري، يطلع لي هذه او هذه. هذه لو يطلع لي اسطورة يا اخواني، اسطورة يطلع لي هذه، صرت طماع. يلا سيلفر، يلا هذا اول ما نزلت ببجي اي واحد يفتح صندوق يطلع له هذا المنطرون. نفتح مرة تلاخ، ماكو شي ماكو شي. يلا 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 جنطة جنطة، رحمة الوالديكم الجنطة جنطة. يلا يلا جنطة بسرعة بسرعة بسرعة، ليش تأخر هيج؟ هذه ما البدلة طلعت قبل شوية. اوكي يقولون هيك تسوي وبعدين مثل يقلج وتنفتح كل شيء، كل شيء ماكو سيلفر. يلا ما يخالف، بايسون جنطة جنطة جنطة، افتح. حلو البايسون، الله فتشي حلو هسه لحد الان، زين زين. اوكي واخيرا 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 حصلت على هذا السلاح، سلاح السكار. بس لو تعرفون كم مسكين عندي للسكار، حتى الله ما يقبل، والله حتى الله ما يقبل كم مسكين عندي للسكار. بس هذا السكن حلو والله خرافي. شوف يا شباب، شوفوا كم مسكين عندي للسلاح. شوف السكار، انا احكي على السكار. شوف روح على AR، شوف السكار زين، الله يقبلها محمد. شوف الانفور، الفقير المظلوم المسكين كل شيء ماكو. يلا شو نسوي؟ نرجع وين نرجع معود، نرجع الباكجات. افتح هذا هيك، افتح بدون اي شيء، افتح هذا مسمينه. يلا نفتح، افتح الاخير فتشي منظرون. اوكي نروح على الكلاسيك، لا خلينا نروح نفتح الامداد. الامداد طبعا الصراحه كل شيء ما يعجبني من هذا الصندوق، والله كل شيء ما يعجبني. بس لو يطلع لي هذه الجنطة، جنطة طبعا ما عندي هواي، شنو ما عندي هواي جنطة. اوكي عندي طبعا 8، راح افتح هنيك على السريع، ما احتاج منها شيء. دامية من اول صندوق، والله فتشي خرافي من اول صندوق. يلا الحظ بدا يتحسن، روح روح خلصن خلصن، ما يخالف خلصن. طبعا على السريع قلت لكم ما احتاجه ومؤقته، اصلا ما اريدها بدله ما عجبتني. مين قلت ماري قبل ضعت الخوذه؟ حلو خلصنا. هسه نجي للكلاسيك، يا الله لو تطلع لي الانفار، يا الله حط فلوس ماكو بلاش ماكو. لا متى الانفور؟ هسه انا اريد اي سكن انفور عمي، اي سكن انفور. فنفتح 10 ونشوف. قول يا الله يا شو يسوي هذا؟ الله اوه حلوه، اعتقد عندي مثلها والله. واو حلوة. وقر هذا ليش دائما يركض؟ والله الانترنت عندي فول، انه بقى الخادم لا يستجيب. شوف الخادم، اعتقد عندي سكين مال السيارة، عربة عربة يا معود عربة. هذا السكين حلو والله، حلو والله سكين احمر. بس انا اشوف هذا السكين كلش حلو والله. يلا خلي على هذا، على الاقل طلعت لنا بالصندوق. يلا بعد عمك للكلاسيكي، يلا روح مياو. يلا يعني لو تطلع لي اثنين، لو انت تطلع لي ما اريدها يا عمي ما اريدها. سيلفر قميص مال المدرسة مال النادي، هذا مال المدرسة. يعني شنو الفرق اذا اسوي هيك وذا؟ يعني ترى ماكو فرق والله، ماكو فرق شكلات، بس يطلع لي شيء حلو عمي. ما يطلع بس بالعشرة، بس بالعشرة يطلع.
تجمع عشرة يطلع لك شيء حلو. نفس هذا طلع لي برد برد. حتى الله ما يقبل. حلوة حلوة حلوة، مليان مليان خودات. كل ما هاي تطلع لخودة، كل ما هاي تطلع لخودة، كل خودة عناك روح يلا وديها بشكل. خذها لك هاي. لا بشي يصير يعني لو تطلع لها السلام فور، شي يصير شي يصير يعني ينقص من يومهم، تنقص من فلوسهم، شي يصير يعني لو شوفون كم صندوق فاتحان. يلا مياو. آخر صندوق آخر صندوق آخر صندوق. كل بسم الله. واو إنه سيلفر. بس بالحقيقة طلعت لنا هواية أشياء حلوة، يعني أشياء طلعت لنا هواية كلش حلوة. أوكي خلينا نفتح هذا الصندوق هم. تمام يعجبني نفتح هذا الصندوق هاني. الصندوق الصندوق نروح المخزون، بعدين نجي هنا، بعدين نفتح الصندوق، وبعدين يطلع لنا سيلفر. ها شنو تغير؟ سيلفر. يلا بسرعة، اشتاق للسيلفر هاني. بقى سيلفر، ماكو واحد يجي متفائل. طبعا هذه الخودة طلعت لي، شاركم يا خودة. لبلاش ما اخذها، والله لبلاش ما اخذها. طلعت لنا هذه الخودة، مليان خود مليان. والله شوف الخود. اوكي يا شباب، اوكي يا شباب، وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع ويا اصدقائكم. اشوفكم بخير. Crossfire.